يعني أنا أتعجب من الرجال. أنا برسل رسالة مهمة جدا، الرجال اللي طلقوا أو الرجال اللي تمشكلوا مع حريمهم بعد 20 و30 سنة و40 سنة وانعزل عن عياله وقفل جوالات وقعد له في مزرعة، واللي قعد له في حوش، واللي ترك البيت وترك الدنيا، طيب ليه؟ شو المشكلة؟ ما يصير يا أبو محمد، ما يصير يا أبو سليمان، ما يصير. بعد ما جيت إلى السن اللي بيكرمونك عيالك وبتصبح بينهم ملك وبينهم أمير وبينهم لك مكانتك ولك قدرك، بس بكل بساطة تترك هؤلاء علشان مشكلة واحد ولا مشكلتك مع أمهم ولا غيره؟ لا يا أحبابي، لا يا أخوان، لا يا آباء، لا يا أمهات. لا، لذلك نقول، لما نقول الأسرة والتعليم نقول نحن بحاجة إلى هذا البناء الأسري الذي نقطف ثماره ونقطف آثاره. يعني بعد ما وصلت إلى هذا العمر أنت الآن بأمس الحاجة، والله أتألم، والله أتألم يا جماعة، والله شيء مؤلم، شيء مؤلم. بعد 20 سنة، بعد 30 سنة كان مع أولاده وكان مع عياله وكان مع زوجته، ولما يقع الطلاق تبدأ العملية بهذه الطريقة. يعني بعض الناس أصبح ما يدرك قيمة هذه النعمة اللي يتمناها كل واحد. وبعض الأمهات أيضا تجد مشكلة كبيرة جدا، يعني بعد 20 سنة 30 سنة، بعد 30 سنة كانت تنتظر أن بناتها يحتضنونها، عيالها يحتضنونها، كل اللي يقوم بها. بعد 30 سنة كلهم يتخلون. أتصور هذه فقدت قلوب، فقدت الرحمة، قلوب فقدت الوفاء، قلوب فقدت البر الحقيقي بالوالدين. يعني بعد 30 سنة 40 سنة يتخلى عن أمه. تكلمني أم تقول والله العظيم أنا في مكة طلعت من الشرقية ورحت سكنت في شقة لحالي، ما حد من عيالي يسأل عني ولا حد من بناتي يسأل عني. واحد ثاني يقول الآن أنا رجال عمري 70 سنة، عيالي ما حد يرفع السماعة حتى يسأل ولا حد يستفسر، أطيح مريض ما حد يسأل عني، أنا خلافي بين أمهم وخلافي معهم. القضايا هذه أنادي هذه القلوب أن ترجع، هذه القلوب ترجع للرحمة شوي يا جماعة. هذه قسوة في القلب ما تليق. هل تنتظر الجزاء من جنس العمل أن يفعلون بك أولادك؟ هل تنتظرين بناتك؟ أنا أقول رسالة أخيرة في ختام هذه الحلقة، رسالة أخيرة حقيقة، أن هذا الذي نرى بهذه الطريقة لا يصلح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر. أشكر الجميع على يعني هذه المشاركات، وأشكر الجميع على هذه الاتصالات، وأذكركم بأن هذا البرنامج سوف يكون إن شاء الله يوم الخميس بعد القادم بإذن الله تعالى. دمتم في طاعة الله تعالى موفقين. أسأل الله عز وجل أن يغفر لأبائنا وأمهاتنا، أسأل الله أن يغفر لكم جميعا، وشكرا للمشاهدين والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.